الله يسلمك ويجزيك. صافا عليك بخير. الحمد لله خويا محمد، كي داير؟ الله يطول لي عمرك. الحمد لله ونشكره على احسن حال. الحمد لله. ايوا الحمد لله. الله يبارك فيك. شكون معايا؟ معك سوزان. سوزان، هذه اسمية حقيقية هذه ولا لقب؟ لقب. شنو وشنو الاسم ديالك؟ خليني ما نقولش حسن. دابا غير باش دابا هاد السيد اللي انت معاه في علاقة، عارف سميتك؟ عارف سميتك. عادي واعطينا شنو سميتك. سميتك عبوش فطوش، شنو غتكون السمية ديالك؟ عادي ما بغيتوش يعرفني بالعربية. ايوا غير قولي لي واش انا هو هو. عطيني انا سميتك. غتقولها له انت؟ نو نو ما نقولش ليه انا. علاش نقولها ليه؟ علاش انا كنقولها له؟ راس وجهك فلانة من نيتك. واخا يلا واخا عندك سميتك. شنو سميتك؟ سميتي هاجر. هاجر منين؟ من بركان. بركان، وحاليا فين كاينه؟ كاينه اسبانيا. اسبانيا. شحال في عمرك اختي سوزان؟ 30. 30 عام. اييه من باغي ديرها التيست؟ بغيت نديرو لحميد. حميد منين؟ من القصر الكبير. القصر الكبير. شحال في عمرو؟ القصر الكبير 34. عنده 34. اييه. شحال من شويه مع بعضياتكم دابا؟ حنا في تقريبا نقول 3 مو. اييه. فين تعرفتي عليه؟ هنا في اسبانيا معايا. قولي لي كيف في اسبانيا واش تي؟ اوكي، ولكن الا قال شي سميه وحده اخرى غتهضري معاه. الا ما كنتيش تهضري معاه غير قطعي. صافي غنقطع حسن، ما تقولش سميتي وصافي. واخا لا، دابا شوفي انا غنصوني عليه، ولكن قال سميتك يا هذيك، ما قال سميتك غتواجهي معاه. ما كنتيش غتواجهي معاه غير قطعي. واخا شنو اللي واخا؟ صافي واخا. يلا اري اري الرقم ديالو. دوبل 034. اها عاودي لي النمرة. هي اها يلا ما تطريش. تعرف ولا في القصر الكبير واخا؟ نعم. قول له شي وحده معاك في العرايش ولا تهنيتي تهنيتي تهنيتي. صافي واخا. عنده الوريقات بعدا ولا باقي؟ دار الوريقات ولا مازال؟ لا عنده الورق. عنده الورق. الو السلام عليكم. الو سي حميد، السلام عليكم. اهلا وسهلا، كي داير السي حميد؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ ما كنسمع حتى شي حاجه، الصوت عندك بعيد بزاف. الو السي حميد. اهلا وسهلا. شوف الصوت ما واضحش مزيان، ما كنسمعكش، الصوت بعيد. دابا شويه. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ العائلة، الأحوال ديالك، كلشي مزيان؟ اللهم لك الحمد. ياك ما فيقناك من عسى السي حميد. الله يطول لنا عمرك، نهار كبير هذا. إلا ممكن تقرب شوية حدا التليفون غير باش نسمعوك أكثر. معليش ماشي مشكلة أخي. أوكي حميد، نقدم لك راسي بطبيعة الحال. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك مفرش البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ نعم نعم. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. واش فايت لك مفرش في البرنامج ديالنا؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا مرحبا مرحبا. هذه فرصه سعيده نعرفوك على البرنامج ديالنا، واللي مالا ان شاء الله تولي من المتابعين الجداد ديالنا. حميد من القصر الكبير، حاليا مستقر في اسبانيا، سن 34 سنه. هذه المعلومات صحيحه؟ اييه مرحبا بك. انت حاليا راك معنا على المباشر كما قلت لك في برنامج خطوه قبل الزواج. اتصلت بنا واحد البنت من القصر الكبير، هي اللي عطاتنا النمره ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك، وهي حاليا راها معنا على المباشر كذلك، باغا دير لك واحد المفاجاه، او في نفس الوقت عندها شي كلام بغات توجهه لك. انا غادي ندوزها لك السي حميد. مستعد؟ بلا شك. كنظن راك عرفتيها شكون. ما عرفتش الانسانه اللي انت وياها في علاقه من بلادك.
كنظن راك عرفتيها شكون. نعم لا ما عرفتش. السي حميد داير علاقات حب في حياته مع شي انسان في قصر الكبير ولا لا؟ تفضل، مفاجأة كبيرة كتسناك غتسمع دابا ان شاء الله. تفضل. ويا دابا راه حتى هاد النعاس هذا غادي يطير عليك، خليها الله وصافي. ايوا قبل ما ندوز لك السي حميد، كنظن راك عرفتيها شكون. لا لا ما عرفتش. واخا السي حميد دير علاقه حب في حياته مع شي انسان في القصر الكبير ولا لا؟ نعم هاديك اللي كتفكر فيها راه هي، ما يمشيش بالك بعيد، فكر غير شويه. تفضل. وي حاول غير ترفع الصوت ديالك. لا لا بالعكس، شوف بعدا غادي في بالك باللي ملي غادي تسمع هاد المفاجاه اللي موجده لك هاد الانسه هادي، النعاس بعدا اما غادي تنعس وانت فرحان ولا ما غاديش يجيك النعاس بكثرة الفرحه، وحده فهاد الجوج. تفضل وسر بينا عافاك حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناو. رفع رفع صوتك حميد، ما كنسمع حتى شي حاجه، الله يسهل عليك رفع صوتك. وي اكيد. دونك شنو الاسم ديال الانسان اللي جات في بالك حاليا اللي كتوقع دير لك هاد السيربريز؟ اخي مشكلتني قاسم بالعكس، بغيناك تكون فرحان، خليك معايا بحال هكا دابا كنسمعك مزيان. تفضل تفضل، شنو الاسم ديالها؟ لا لا شوف ما ترون والو، بالعكس غير الخير ان شاء الله، مادام اتصلت بك انا الا واتصلت بك على الخير. ايوا وجزاك. دونك شكون هي الانسان اللي كتفكر فيها وانت كتهضر معايا دابا؟ شنو السميه ديالها؟ ما تذكرش لي الكنيه، غير اسم فقط. نقدر في الارض ونساني في الدفاع. نعم نقدر في الارض ونساني في الدفاع. ما فهمتكش السي حميد. ما نقدرش الارض ونساني في الدفاع. اوكي اعطينا الاسم ديال هذه الانسانه اللي كتفكر فيها دابا، شنو السميه ديالها؟ كانت هي راه غنقول لك، هي ما كانتش هي راه غنقول لك ماشي هي. تفضل. نعم شكون؟ شنو سميتها؟ سلمى. سلمى خليك معايا نشوف. شوفوا السيستم. فعلا سلمى اللي اتصلت بنا السي حميد. وعلاش تعطلتي وقلتي لنا عاد دابا قلتي سلمى؟ علاش ما قلتيهاش من الاول؟ انا قلت لك ما تفكرش بزاف. اه اسمعني اسمعني وي اش نقول لك؟ سلمى فين كت فين كت فين كتسكن سلمى؟ فين؟ دوار العسكر. برافو عليك. وشحال هادي ما تلاقيتي انت وياها؟ يعني عام وشي. قالت لينا باللي موعدها للزواج صحيح؟ لا قالت لينا بلي نتوما هاضرين في الزواج، قالت لينا بلي هاضرين في الزواج مقبلين على الزواج ان شاء الله، ملي تقدوا الامور ديال نعم قالت لينا قلتي لها بلي ان شاء الله ملي تقدوا الامور موعدين على الزواج ان شاء الله. دونك السي حميد قبل ما ندوزها لك شي كلمه تبغي تقولها ليها، هي راه كتسمع لك دابا حاليا راه كتسمع باش ندوزها تهضر معاك. مده طويله ما هضرنا معاها، واللي توحشتيها توحشتيها بالفعل حتى هي توحشات. المره ديالها ما بقاش عندي
كيفاش النمره ما بقاتش عندك؟ كيفاش اللي ما بقاش عندي النمره ديالها يعني؟ كانت هي بلوكات، كانت هي بلوكات ياك. ولكن على ما قالت لينا درتي علاش؟ لا ما شكيت على شي حاجه. شكات فيك هذا الموضوع؟ هذا الموضوع ماشي شكات ليا. هذا الموضوع هذا كان شي انسان اللي كيكون فال من واحد الموضوع ديال الزواج ده ضروري كيكون الشك والغيره. لا كيكون فيه شروط. شكون اللي شرط على الاخر؟ هي شرطات عليك ولا انت شرطت عليها؟ ما كيكون هاكو. دونك اللي بغيت نعرف منك السي حميد، السي حميد حميد انا نسولك اخر سؤال حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناو. السؤال اللي بغيت نسولك وتجاوبني بصراحه السي حميد، كتبغيها ولا لا؟ السلام عليكم، خليك معنا ندوزهالك. اوكي خليك معنا ندوزهالك. سوزانا جونيمار، حيدي الميوت. ها سوزانا قطعت شتي، واش غنديرو معاها دابا؟ السي حميد، سلمى تقطع ليها الخط. قول لي نسولك واحد الاسم، بلاتي نشوف واقيلا هي اللي ها هي كتصل بينا على ما اظن. خليك نشوف. الو الو كيسمعني؟ ما كيسمعش. علاش قطعتي انت؟ علاش؟ حيت جيت نقلع الميوت وفضل. سبحان الله، واش ديك الخط وصل الالاف ديال المكالمات. يلا انا ندوزو لك. اوكي لا ما تدوزوليش بلاش. علاش ما ندوزوكش؟ شنو قلت لك انا في الاول؟ هاجر قولي لي كلمه. ها هي سلمى معك السي حميد، هضري معاه. مرحبا، شكرا على خاطرك. هضري معاه. لا كل فرح، هضري معاه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حميد، صافا لاباس عليك؟ الحمد لله، انت ما بخير. الله يخليك، شو هادشي هذا؟ شو الطنبور هذا؟ دابا عرفتني ولا ما عرفتنيش؟ واش ما نعرفش؟ وقال لك شاد الغبور كشدي معاه الجماعه. قولي توحشتك حبيبي. قالت لك توحشتك حبيبي، سعداتك. كل هي سلمى. ايوا انت توحشتيها؟ بالخير، توحشتك. قالت لك امتى تنزل عندها للمغرب؟ حب المفرد. غادي نهبط ان شاء الله، غادي نهبط واللي باقي لنا مقررات شاقية، عندي الخديجة هي الخطوبة عندكم هذا الصيف ان شاء الله. ان شاء الله. الله 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 الله، ديت معكم الاجر. يلا هضري معاه سلمى، هضري معاه ان شاء الله راه غيخطبك هذا الصيف. الله يكمل بالخير. شنو نقول؟ الو وي كنسمعك. منيتك؟ عاد ماما بابا كلا بالدليل ديري خير. واش سلمى؟ منيتك؟ الو؟ وي كنسمعك يا حبيبي. كنسمعك مخير كاع. شكون هي هاد سلمى؟ خليكم معايا ندير لكم واحد ديديكاس. خليكم ندير لكم واحد ديديكاس. خليكم. السي حميد،
كانت معك سوزانا. نعم اخي سوزانا عرفتيها؟ اسمعي اسمعي. للاسف هذه ماشي سلمان اللي كانت معك، كانت معك سوزانا هاجر. شنو بغيتي تقولي ليها سوزانا؟ كنقولوا الله يكمل عليك بخير. امين. حميد اش كتجيك سوزانا؟ شنو كتجيك سوزانا؟ سوزانا شنو كتجيك؟ شنو بينك وبين سوزانا؟ شنو كتجيك سوزانا؟ سوزانا هاجر شنو كتجيك؟ هاجر؟ ها؟ دابا غير قول لي هاجر هاجر ها هي راه كتسمع ليك هاجر سلام سلام اوكي خليك شنو كتجيك هاجر شنو كتجيك ها ادوي واسي حميد 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 الو الو سي حميد هضري انت على الله يجاوبك حميد كتسمعني الو حميد لاباس الو حميد المهم شاركتي معنا في برنامج خطوه قبل الزواج نقدروا نقولوا لك باح الوريقات المهم الوريقات ماشي مشكل كاينين ولكن باح سوزانا وباح هاجر كتسمعني ولا لا هيك هذاك ما مات هذا بلا شي راني قطعت عليه نعاود نصوني نشوف ما بردتيش ليا القلب اختي العزيزه اعطيه نقي لي العدس نقي لي ودني واه اختي السيد مشى هو المربح يلا اختي العزيزة مرحبا بك كانت الصدمة قوية للخوت شوفوا هيا كتسمع كاين واحد الانسان الرياكسيون ديالو كتكون باردة ولكن الصدمة ديال هذا الانسان اللي كتكون الرياكسيون ديالو باردة كتكون اكثر من السيد اللي كيغوت وكيسب كاينه ولا لا هاجر عادي عادي سي محمد عادي اش غنقول لك ماشي مشكل 3 شهور ماشي 3 سنين ماشي 4 سنين سيري الله يسهل عليك ان شاء الله